بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ايه اسعد تاني حاجه حصلت لي النهارده بعد فوز منتخب مصر؟ اقاله منزل الكباير يا باشا. والله بجد الاتحاد التونسي صعب عليه ان الجماهير المصريه بس هي اللي تفرح، فقال لك ما تيجي نفرح الجماهير التونسيه. نعمل ايه؟ احنا لسه رايحين من كاس الامم الافريقيه. الجماهير التونسيه يا باشا عايزه اقاله منزل الكباير اكتر من الفوز بكاس الامم الافريقيه، نكلهم منزل الكباير. ومن وقتها والحمد لله رب العالمين، الصحافه التونسيه والجمهور التونسي والشارع الرياضي التونسي كله مبسوط وكله فرحان بخبر اقاله منزل الكباير. انت جبت لي المساعد بتاعه جلال القادري وخليته هو يبقى المدير الفني، بس مش مهم، المهم ان اي حد غير منزل الكباير. حتى على الاقل القادري كان موجود ماتش نيجيريا والفرقه ربنا كرمها وعرفت تكسب، والفرقه كانت ماشيه بشكل كويس والحمد لله رب العالمين. وده وقته الكلام بقى على انك تحسب المباراه بتاعت نيجيريا لجلال القادري اكتر ما هي كانت لمنزل الكباير، مع ان الكلام ده مش منطقي، بس عادي، المهم الناس تنبسط بقرار اقاله منزل الكباير، لان قرار اقاله منزل الكباير كان مطلب جماهيري. لان احنا بعد المباراه امبارح قلنا مش منزل الكباير اللي يعرف يستغل اللعيبه اللي بتبطل كوره اللي سنها كبر في منتخب تونس زي المساكني يعقوب الخزري، ومش هو المدير الفني اللي يعرف يطور مواهب زي لعيب زي حنبعل المجبري او لعيب كمان زي المدافع الكويس اللي انت جايبه من ارسنال. مش ده خالص اللي يعرف يجمع توليفه ما بين اللعيبه الكبار واللعيبه الصغارين. اتمنى ان جلال القادري المدرب الجديد للمنتخب التونسي يقدر ان هو يعمل توليفه كويسه من اللعيبه الشباب وعناصر الخبره. حبيت افرح اخواننا التوانسه بعد ما فرحنا النهارده بالفوز على المنتخب المغربي كجمهور مصري، افرحكم بالحمد لله ربنا خلصكم من المصيبه اللي كان اسمها منزل الكباير. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فعايز اوريك لك للمره الثانيه على اقاله منزل الكباير. الف